سمعت قبلي الحمد لله اليوم يتم توزيع سيارة النقل المدرسي بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مجلس الجهات بن مخنفرة من بين الجامعات اللي مستفدة جامعة ايتو قبلي. هذه السيارة هذه إن شاء الله غادي تساهم من أجل أنه نوفروا للتلاميذ ديال الجامعة باش أنه يوصلوا المدارس والمؤسسات العمومية ونوفروا لهم كل ما يتعلق بالنقل. وجامعة القبلي نقول لكم أنه غادي يبقى الإشكال ديال النقل المدرسي بصفة نهائية كجماعة مجندة من أجل أنه نكون في حسن الظن ديال الساكنة وفي حسن الظن ديال التلاميذ من أجل أنه نوفروا جميع وسائل النقل. جامعة القبلي كتستافد من جميع المتطلبات ديال الجهة اللي بالمناسبة كنشكر السيد رئيس الجهة والسيد عامل الإقليم أزيلان والسيد ولي جهة بن خليفرة اللي هما بكل صراحة فتحوا معنا باب النقاش وباب الحوار أنه نوفروا للجميع كل ما يتعلق بالجامعة. نعم، عدد الحافلات اللي استفدتوا منها؟ الحافلة هذه رقم ثلاثة اللي غادي تستافد منها الجامعة ديالو قبلي، وكنقول لكم ان هذه الحافله غتسد الخصائص اللي كنعانيو منه، وخصوصا انه هذا العام هذه الموسم الدراسي تم احداث نواه ثانويه بايتو قبلي، وكنطمحوا ان شاء الله من اجل بناء دار الطالبه. يعني هذا الاشكال ديال كل ما يتعلق بالهضم الدراسي وما يتعلق بالنقل الدراسي ولا غادي نحدوا منه بصفه نهائيه. الرحمن الرحيم، مصطفى عتو رئيس جامعه اسحاق، كنتشرفوا اليوم بحضور حفل تسليم حافلات النقل الدراسي في اطار الشراكه ما بين مجلس جهات بن مخنفرة ولايه بني ملال والاكاديميه الجهويه للتربيه التقنيه بن مخنفرة. هذه المبادره النبيله ستساهم بالفعل في الحد والتخفيف من الهدر المدرسي خاصه في العالم القروي، وكنتمنوا هذه المبادره وكنشكروا كل المساهمين في هذه الشراكه. وسبق لجامعة إسحاق أن استفادت من أربع حافلات أخرى، هذه هي الحفلة الخامسة، ومرة أخرى كنشكر جميع المتدخلين وجميع الشركاء وعلى رأسهم السيد والي الجهة والسيد رئيس الجهة والسيد مدير الأكاديمية وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذه المبادرة النبيلة. نعم، كيفاش غتساهم هذه الحافلات هذه في الحد من الهدر المدرسي في المنطقة؟ أكيد غادي تساهم في الحد والتخفيف من الهدر المدرسي، لكون أبناء العالم القروي العديد منهم كيغادروا الدراسة نظرا بعد ديال المدارس وبعد ديال الثانويات. هذه الحافلات كيوفروا النقل بالفعل نقص الهدر المدرسي بواحد النسبه كبيره جدا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، مصطفى ضحوك رئيس جامعه ولاد مبارك اقليم بني ملال. بهذه المناسبه كنشكروا السيد الوالي والساده العمال والسيد رئيس الجهه السيد رئيس مجلس اقليمي وجميع المتدخلين اللي عطاو واحد دفعه كبيره ديال سيارات النقل المدرسي اللي غادي يفكوا واحد المشكل على الساكنه اللي بعادين على المراكز التعليميه. الحمد لله اليوم تفك المشكل. بالنسبه لنا حنا جامعه ولاد مبارك اقليم بني ملال اللي استفدت واحد جوج ديال الحافلات ديال النقل المدرسي، يعني ما غاديش يبقى عندنا مشكل ديال النقل المدرسي في المركز ديال جامعة ولاد مبارك. هذه بادرة طيبة. دابا وصلنا تقريبا بالمجموع ديال الحافلات اللي عندنا تقريبا غادي نوصلوا 11 حافلة. بالمجموع ديال الحافلات اللي عندنا تقريبا 11 حافلة. الحمد لله، هذا شرف لنا كبير بالنيابة على المجلس الجامعي وعلى سكان جامعة ولاد مبارك. كنهنئهم كاملين بهذا الإنجاز اللي كنعتبره إنجاز تاريخي اللي الحمد لله غادي يبقى راسخ في الذهن ديالنا. نعم، كيفاش غادي تدبروا هاد الحافلات؟ الحمد لله بالنسبه لنا ما عندناش مشكل في التدبير ديال هاد الحافلات. المشكل ملي كان عندنا مشكل ملي ما كانوش عندنا، اما دابا ملي جاوا لعندنا ما بقاش عندنا مشكل. الحمد لله كاينين الجمعيات ديال المجتمع المدني كيسهروا على التسيير ديال هاد الحافلات. حنا كاينه واحد اتفاقيه شراكه بيننا وبين
الجمعيات ديال المجتمع المدني هما اللي كيصارعوا تسير، وكنسلموهم هذه الحافلات وهما كيجيريو هذه الامور هذه مع الوليدات ديالنا مع التلميذات والتلامذ اللي كاينين بعادين على المراكز التعليميه. يعني هذه الحافلات غادي ينقصوا من الهضر المدرسي، المشكل تفك الحمد لله، والفضل كيرجع للسيد الوالي السيد رئيس الجهه. مشكورين من هذا المنبر مره اخرى. فرنسا بقي مزال البادرة طيب تتنقص من الهضر المدرسي وتتساعد في السيركيلاسيون، تتنقي السيركيلاسيون من الطريق اولا، وتتعاون التلاميذ باش يكونوا في مستوى مزيان وينقيو من الحوادث السير، تتنقص من الحوادث السير. رحيم اليوم كنت تواجدوا في النادي الرياضي ديال بني ملال مناسبة توزيع الحافلات ديال النقل المدرسي. الجماعة ديالنا من ما بين الجماعات المحظوظة اللي استفدت من هذا النقل المدرسي، كنوجهوا الشكر لرئيس الجهة وسيد العميل على عملة إقليم الزلال. وكما كتعرفوا يعني التعليم واحد مادة أساسية، احنا كنساهموا في باش ما يكونش الهضر المدرسي عند الناس ديال الجبل. وشكرا. السلام عليكم، جواد المكروم نائب الثاني ديال الرئيس ديال الجامعة ديال سيدي جبر. اليوم جينا هنا للمعرض ديال الكلوب باش نتسلموا السيارات اللي هداتهم لنا الجهة بحضور السيد والي الجهة والسادة العمال ديال الإقليم. سلمنا السيارة وبهذا غنكونوا غطينا ديال الجماعة ديالنا 100%. كانت باقي لنا واحد الدوار، هاد السيارة إن شاء الله راه غادي نسلموها ليه، وبهذا غادي نكونوا غطينا كاع الساكنة ديال سيدي جبر. دابا خدينا شي 5 سيارات هاد السنة والحمد لله الأمور غادية مزيان. الرحمن الرحيم، عبد الإله السلام رئيس الجماعة الترابية خلفية. اليوم حنا في الكلوب هنا باش في الحفل ديال التوزيع ديال حافلات النقل المدرسي. هاد الحافلات اللي غادي يكون عندهم واحد الاثر جد ايجابي في المحاربه ديال الهضر المدرسي وفي الترقيه ديال جوده الخدمات المدرسيه. اذا من هذا المنبر هذا وهاد البادره الجد طيبه كنشكروا السيد رئيس جهه بني ملال خنيفره، السيد مدير الاكاديميه وكل من ساهم في هاد لي ترونسبور اللي ما يمكن الا غادي يرجعوا بواحد النفع اللي كبير على الوليدات والتلاميذ اللي غادي يساهموا في المحاربه ديال الهضر المدرسي في القرى في المداشر في الجبال. يعني عندهم واحد الاثر جد ايجابي. اذا كنعاود نشكرهم على هذه البادره وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.